بحب أرحب فيكم بهالمحاضرة الجديدة اللي لها علاقة بموضوع يعني طلب من عدد من المتابعين إنه يا دكتورة يا ريت تعملي لنا إشي له علاقة بموضوع علم النفس. طبعا أنا بعرف إنه موضوع علم النفس في ناس تدرس تخصص علم النفس بكالوريوس، في ناس ماجستير، في ناس دكتوراه. علم النفس هو من المواضيع اللي كتير يعني الناس بتكون في عندها فضول تعرف انه هالناس اللي بتدرس علم النفس سواء اخصائيين علم نفس او اطباء علم النفس، هل هم عن جد قادرين مثلا انهم بس يشوفونا، يحللوا شخصيتنا، يتعرفوا على خصائصنا؟ هلا عاده الاخصائي علم النفس هو الاخصائي اللي بيدرس 4 سنوات، ممكن يكمل ماجستير، ممكن يكمل دكتوراه، بس في عندنا الطبيب النفسي. الطبيب النفسي هو الشخص اللي قادر انه يوصف العقاقير لانه هو بيكون دارس طب الاول، بعدين بتخصص طب نفسي. الاشخاص بيروحوا لعنده، بيكون بيشتغل معهم كمحلل بالكلينيكال سايكولوجي، بيوصف لهم العقاقير. طبعا احنا ميدان علم النفس هو ميدان واسع، في اقسام لعلم النفس، يعني عندنا علم نفس تعلم، عندنا علم نفس فروق، عندنا علم نفس شواذ، عندنا علم نفس كلينيكال اللي بيسموه كلينيكال السريري، علم نفس اجتماعي، علم نفس طفولة، وغيرها من علم نفس الجنائي، وغيرها من ميادين علم النفس اللي كلها يعني ميادين بتشتغل او ميادين بتصب بميدان علم النفس اللي هو العنايه العام، ولكن في تخصص لكل جانب من هاي الجوانب. هلا احنا اذا بدنا نحكي عن علم النفس، علم النفس هو العلم اللي بدرس السلوك الانساني على انه استجابه مثير، يعني بتختلف الاستجابات باختلاف عنا طبعا المثيرات، بالاضافه لانه احنا بندرس اثر الوراثه والبيئه الداخليه والخارجيه للفرد، وهي اثرها على تفاعلات الفرد وحياته واتجاهاته مع ذاته ومع المجتمع. طبعا احنا بندرس التفاعلات السلوكيه للفرد بانواعها، سواء كانت لفظيه او سواء كانت حركيه او عقليه او عاطفيه او وجدانيه، ونشوف العلاقات اللي ما فيما بينها لغرض فهم السلوك ولايجاد الطرق لتحليله وفهمه والتنبؤ عنها مثلا بالمشكلات او العوائق اللي ممكن انها تحدث فيما بعد. وحكينا عن تصنيفات، وهلا في عنا اذا بدنا نيجي لنحكي اليوم عن النفس الشخصيه. النفس الشخصيه هو واحد من فروع علم النفس العام، بيختص بدراسه الظواهر والخصائص السلوكيه الانفعاليه عند الافراد اللي عاده ما يطلق عليها عنا بمسمى الشخصيه. العلم بيدرس الخصائص النفسيه عند الانسان، طباعه، مزاجه، الأنماط السلوكية، دوافعه، قدراته، وجميع العوامل اللي هي عنا إياها بتأثر فيها، بالإضافة لدراسة اللاشعور في برمجة عنا السلوك. طبعا في عنا يعني مجموعة من الاختبارات، هاي الاختبارات انعملت حتى إنه يصير في عنا تحليل الأنماط الشخصية. في عنا عالم سويسري اللي هو كان تلميذه لفرويد، إذا بتعرفوه فرويد اللي هو صاحب نظرية التحليل النفسي الشهيرة، هذا العالم السويسري اللي اسمه كارل يونغ، هو استفاد من خبرته مع فرويد ودرس مكونات الشخصية وكيفية التعرف على المكونات الشخصية، وعمل مجموعة من الاختبارات اللي هي انتشرت عندنا في مجال تحليل الشخصية. هاي الاختبارات لها فوائد، إنها هي بتساعدنا على إدراك الفرد لذاته، يعني ممكن أنا أعمل اختبار لحالي وأفهم حالي، وبتشوفوا حتى أنها منتشر على الفيسبوك، على المواقع الإلكترونية، إنه دخل هاي المعلومات عن حالك واكتشف شخصيتك، هل هي شخصية انبساطية، عدوانية، عصبية، هل أنت مزاجي؟ هاي كلياتها عبارة عن مجموعة من الاختبارات بتنبثق من الاختبارات اللي هي عندنا اياها، اختبارات تحليل الشخصيه، بتساعدنا حتى ندرك حالنا، ندرك الاشخاص اللي حوالينا، كيف نقدر ان نتخذ القرارات عندنا ونتفاعل مع البيئه ونعرف الجوانب الايجابيه والسلبيه لنا او للاخرين، بالاضافه انه احنا بنعرف نقاط الضعف بنحاول ان نتخلص منها، او نقاط القوه ونحاول ان نعززها ونقويها فينا ونعتمد عليها بحياتنا. هلا عناصر تكوين الشخصيه عندنا، انتم بتعرفوا انه احنا شخصيه الانسان هي تتكون من مجموعه من التفاعلات، هذا التفاعل ما بيكون هيك عشوائي، افضل في متناغم بين هذا التفاعل اللي بدور ما بين سلوكنا الجسمي وبين سلوكنا النفسي. آلية التفاعل هاي ممكن انها تكون فطريه وممكن انها تكون مكتسبه. فطريه مثلا مثل عندنا موضوع الامومه، الرضاعه، مكتسبه
سلوكيات بيكتسبها الشخص من البيئة المحيطة أو بيكتسبها من السياق اللي هو بيعيش فيه بيكون موجود فيه. زي عندنا مثلا ممكن أن في عندي بعض السلوكيات ممكن أنا أكتسبها من أسرتي، من الأم، من الأب، التنشئة الاجتماعية والأسرية اللي أنا عايش فيها، المجتمعي ككل بيوفر لي عندي القيم، العادات، التقاليد، في عنا المدرسة، في عنا الجامعة، هاي كلياتها بتشكل لي حياتي أنا كإنسان أو كفرد كسياق، مجموعة من العوامل أنا بتأثر فيها وهي بتتأثر فيي وهي بتكون الشخصية تبعتي اللي أنا بشوفها إما شخصية متوازنة أو شخصية غير سوية أو غير متوازنة. طبعا في عنا مكونات أولية للشخصية، في عنا الجسم، في عنا الذكاء والتقدير، في عنا المزاج، في عنا البيئة. هلا الجسم، جسم الإنسان طبعا هو عنصر كتير مهم في تكوين شخصيتنا. هلا سواء كان جسمنا سوي أو غير سوي بتأثر على الحالة المزاجية لنا، طريقة تفاعلنا مع ذاتنا ومجتمعنا سواء سلباً أو إيجاباً. إذا كانت نظرتي لجسمي، الطريقة اللي بتعامل فيها، بتعرفوا إنه كانت إذا كانت المقومات الجسمية عند الإنسان سليمة أكيد بتعطيه يعني دافع لأنه هو يظهر حاله قدام الناس أو يتواجد بين الناس. ما في مثلا علة لا سمح الله ممكن أنها تخليني أنا نتيجة المقومات الجسمية عندي غير السوية أنه أنا أتردد في أني أنا أبين أو ما أبين أو أظهر نفسي أو لا، أو بتأثر دغري على ثقتي بنفسي. شغلة تانية، ذكائي، مقومات الذكاء، مقومات القدرات المعرفية. إذا كانت المقومات عندي ذكائي وقدراتي منيحة عالية متوسطة، أكيد طبعا أنتوا بتشوفوا أنه الإنسان اللي عنده قدرات عقلية وعنده درجة ذكاء بينعكس كتير على شخصيته، على مكوناته الشخصية وعلى حال المزاجية عنده وعلى طريقة تفاعله مع الآخرين، كيف استجابته للآخرين، كيف تفاعله مع المجتمع المحيط. طبعا عندنا كل ما زاد الإنسان علم معرفة، كل ما كان مخزون المعرفي واضح، كل ما كان اندفع يعني أثر هذا على شخصيته وعلى قوة الشخصية موجودة عنده. المزاج، في عندنا ناس كتير بتحكم فيهم مزاجهم. طبعا أنا دائما بحكي للطلاب بقولهم إنه لا تحكوا إنه أنا مزاجي أو إنه أنا يعني بتعامل مع الأفراد الآخرين على أساس إني أنا مزاجي وإنه هاي صفة إيجابية، هي صفة مش حلوة بالمرة، لأنه ما حدا فينا بحب انه يتعامل مع انسان يكون مزاجي، يعني يوم بيكون عم بضحك بوجهي يوم ما عماله بضحك بوجهي، وانا بدي احاول اني انا اتكيف مع هالنفسيه او مع هالمزاجيه، اكيد الناس رح تبعد عن هيك انسان او هيك انسانه. حلو انه الواحد يتحكم بمزاجه، يعني ما يخلي مزاجه يتحكم فيه. مزاجي عصبي، مزاجي سعيد، مزاجي كئيب. طبعا هلا احنا اللي بشكل المزاج التفاعل اللي بيصير بيننا وبين المجتمع، بين البيئه المحيطه فينا، الناس اللي احنا بنتعامل معاهم، هذا احنا يعني لازم يكون في عنا ضبط لمزاجنا. نحاول انه احنا نتحكم في المزاج تبعنا حتى انه ما ياثر علينا سلبا وياثر على 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 شخصيتنا امام الاخرين. البيئه، حكيت لكم انه البيئه هي لها دور كثير كبير، فانها هي اذا كانت البيئه سواء بيئه الاسره او المدرسه، الحي، المجتمع، اذا كانت متوازن انا راح اكون سوي متوازن، شخصيتي قويه، واذا كانت تنشئتي الاجتماعيه والاسريه والمجتمعيه سليمه اكيد راح تنعكس علي وعلى شخصيتي وعلى قوه شخصيتي وعلى مقومات شخصيتي. طبعا بحر علم يعني علم النفس الشخصيه هو كثير كبير، بس احنا لازم نرجع نحكي عن مكونات الشخصيه عند فرويد. انتوا بتعرفوا انه فرويد هو اسس التحليل النفسي واهتم بجوانب الشخصيه كثير وبمكوناتها. قسم الشخصيه لثلاث اقسام اللي يعني هي الانا والانا الاعلى او العليا او والهو. الأنا هو بيكون الجزء المسيطر على الحركات الإرادية نتيجة تفاعلاتنا، بين التفاعلات اللي بتصير بين الإدراك الحسي والإدراك العضلي عند الإنسان. هي بالإضافة لمهمة دراسة عندنا المثيرات البيئية والخارجية وتقسيمها على هيئة خبرات. الأنا العليا هي بتمثل عندنا المثاليات والأخلاقيات والضمير والخير والحق وجميع سمات القيم العليا، هي بمثابة الرقيب النفسي علينا. بتتأثر آلية وسلامة الأنا العليا طبعا بالأسرة، المربين، الشخصيات المعروفة اللي بتأثر فيها الفرد طبعا عندنا. ويمكن أن نضبط إحنا عندنا الأنا العليا ونهذبها بثقافة الفرد والمستوى التعليمي.
الهو الهو هي المنشأ، الطاقة النفسية الحيوية والبيولوجية، وهي بتحتوي عنا على الغرائز الفطرية اللي بتولد مع الإنسان. يعني الغريزة، يعني الغريزة اللي ممكن أنها تتحكم بالإنسان أو تولد مع الإنسان. طبعا هي بتكون بصورتها الأولية بالبداية، لكن عندنا شخصية الفرد حتى تتكون بدها تنتقل هاي الأشياء عنا من خلال المجتمع، من خلال البيئة، ومن خلال التعرض للخبرات. هلا الشيء اللي أنا بدي أحكي هو هذا، طبعا محاضرة هي سريعة عن بعض الجوانب اللي لها علاقة بعلم النفس، علم النفس العام، علم النفس الشخصية. إذا حبيتوا أنكم أنتم تتعرفوا أكثر على هذا المجال، ممكن أنكم أنتم تقرأوا الكتب اللي هي عندنا إياها، الكتب المتخصصة بمجال أو موضوع اللي هو عندنا إياه علم النفس الشخصية. تشوفوا الاختبارات، تجروا الاختبارات على حالكم، حتى أنه أنتم تشوفوا الشخصية هل هي متوازنة، وين نقاط القوة وين نقاط الضعف عندي، حتى انه انا اني انا اقدر اتفاداها واتجنبها واقوي من شخصيتي. طبعا بتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نلتقي بمحاضرات ثانية بما يتعلق بهذا الجانب. يعطيكم العافية.